أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال مع دروسنا المسلسلة التي تتناول فقه الشريعة الإسلامية، وقبل أن نشرع في حلقة اليوم كما ألفنا نأتي بحديث جديد للحفظ. حديث اليوم حديث نعرفه جميعا، ولكن من باب تأكيد تلك المعاني نحفظ هذا الحديث. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ سؤال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم. هذا الحديث كما سمعتوه جاء في شكل سؤال، متن الحديث في كلمة واحدة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، خير الكلم قل ودل، بلا ما يعاود صدق واش هو سدينا سدي يعاود. أما كان يجيو الحديث، الحديث واحد آخر يجيو نحفظوه إن شاء الله كاش نهار نحفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب كانوا في جلسة، وجاء واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ فالمجاهدين شكون اللي عنده أجر عظيم؟ الرسول جاوبه قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى. اللي يذكر ربي أكثر وما ينساش وما يغفلش عن تسبيح الله وحمده واستغفاره. فقال: وأي الصالحين أعظم أجرا؟ في صنف الصالحين شكون اللي عنده مكانة كبيرة، اللي عنده المقام كبير عند ربي؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرى. نفس الجواب، كل ما يجي سؤال يجاوبه هكذا. وانطق أبو بكر الصديق يخاطب عمر بن الخطاب قال: ذهب الذاكرون بكل خير، يعني وقال يتذكرنا ربي سبحانه ونتسوى نغفل على رفسي يا ربي بنا كل خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. كلمة واحدة أجل، المعنى يس نعم. في هذا الحديث كما يرويه جابر بن عبد الله الأنصاري جاء ذلك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله أرأيت، يعني هذا سؤال، لو كان نصلي غير المكتوبات هذه الظل في ظلة خمس صلوات، المكتوبات معناه خمس صلوات، وصمت رمضان وذي يصوم رمضان إني سأصوم رمضان، وأحللت الحلال، المعنى يس أدخذ مغ الحلال اعتقادا بأنه حلال، وأنا كي ندير هذاك الأمر تطبيقا لأمر الله سبحانه وتعالى، كي يقول ربي هذا حلال حلال، شكون اللي عنده حق التحليل والتحريم؟ هو ربي. كي قال أحللت الحلال ماشي المعنى يس هو اللي يرجعه حلال، لا لا، المعنى يس أن الإنسان يطبق وينتفع بما أحل الله، الشيء اللي قالوا ربي حلال ينتفع به. وحرمت الحرام ماشي هو اللي حرم، حق التحريم غير ربي سبحانه اللي عنده، شي قرن كان صحرم حاجه ولاش صحرم سيدي ربي دي قرن حاجه ديال الحلال، انت صحرم المحرمات.
المعنى يس اجتنبوا الحرام الذاذغ هذا الجنفغ يوين يحرم ربي إني اسمع خذ ما كل مراقيني كامل ادخلوا الجنه هطر ندخل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم مع انت اذا كان واحد دار كل هذه الامور الفرائض ولا كما يسميها العلماء ذكرناها في اكثر من مره افعل لا تفعل كاين الاوامر كاين النواهي الاوامر كما قال الحديث اللي حفظناه نؤتي او فاتوا منه ما استطعتم يعني اذا كان الاوامر انخذ مين من الزمر ولكن ماذا النواهي يعني ما راهيني حاجه ممنوعه فانتهوا كما ورد في الحديث الصحيح اللي حفظناه فيما سبق اذن ايها الاخوه الكرام هذا الحديث حديث رواه الامام مسلم حديث صحيح والرقم نتاعو في الاربعين النوويه رقم 22 رقم 22